أسعدتم مساء مشاهدينا الكرام، نلتقي وإياكم يوم السبت من كل أسبوع على شاشة قناة المكلا، حلقة جديدة وموضوع جديد نجتمع ونلتقي فيه على الهواء مباشرة في حديث الشارع، فالحديث حديثكم والشارع شارعكم. الليلة قمنا باختيار موضوع شائك وملف ساخن. موضوعنا لهذه الليلة هو موضوع كل وقت، موضوع كل عصر، هي مشكلة، هي أزمة، هي قضية، هي معضلة، هي ملحمة. موضوع حلقتنا لهذه الليلة عن العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات في حضرموت. يا ترى كم لدينا عاطلين؟ كم لدينا محبطين؟ كم لدينا مقهورين؟ كم لدينا مكتئبين؟ كم لدينا مهضومين الحق؟ فالعاطل شخص خريج جامعة ذو تخصص مرموق، ذو وعي، ذو ثقافة، يحمل في عقله آمال وأحلام، وفي كفتيه المهارة والشطارة، لينتهي به المطاف في واقع مرير. لا أحد مهتم بك ولا بشهادتك ولا بذكائك ولا بمهارتك، وكأنك تخرجت في زمن ليس بزمنك وفي وقت ليس بوقتك. وهنا تعتريك الوحدة، الآمال المخيبة، القلب المكسور، الإحباط، الألم، وقد يصل الأمر بك إلى الندم. هل الواقع من يقودنا إلى شعور كهذا؟ أم أناس مسؤولين عن هذا الواقع يتلاعبون بنا؟ هي قمة في الوجع والحسرة عندما تعرف عن نفسك قائلاً أنا خريج جامعي من جامعة كذا وتخصص هكذا ولكن أنا عاطل. أنت لست بعاطل، الواقع ومن عليه هو العاطل، ولست أنت عزيزي الخريج. في تصريح صحفي لوكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب الأستاذ فهمي باضاوي قال فيه: ساهمنا خلال العام المنصرم في تحقيق الكثير من الإنجازات للشباب خاصة الخريجين والباحثين عن الوظائف. هذا كان تصريح منه الأستاذ فهمي باضاوي. اسمعني الأستاذ فهمي باضاوي، أين هذه الإنجازات الكثيرة التي تتحدث عنها من أجل الشباب؟ أن يوجد شاب أو اثنين تحقق لهم أمل عبر مساعيكم فهذا ليس بالإنجاز، هذا واجب، هذا واجبكم أنتم ناحية الشباب. هل تعلم كم عدد الخريجين العاطلين في حضرموت؟ هناك دراسة أعدتها دار المعارف للبحوث والإحصاء بعنوان مواءمة مخرجات التعليم الجامعي لسوق العمل في حضرموت، وأن معدل البطالة مرتفع 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 بين خريجي الجامعات، وتم تسجيل تزايد خطير لمؤشر البطالة، حيث كشفت الدراسة أن 45.1 هي نسبة العاطلين عن العمل للخريجين من مختلف الجامعات اليمنية وغير اليمنية المقيمين في حضرموت خلال الأعوام 2016 وحتى 2018، أي في هذه الثلاث السنوات الأخيرة شارفنا على بلوغ 0.5%، 45.1 نسبة ليست بسيطة وليست هينة
ويجب أن نقف عندها وقفة جادة، بسبب أن نسبة البطالة من عام 2010 وحتى 2015 قدرت ب 22%، فيما كانت قبل العام 2010 9%، أي أن قبل 2010 البطالة معدل البطالة كان 9%، وبين العام 2010 و 2015 البطالة قدرت ب 22%، ومن 2016 حتى 2018 قدرت البطالة بين العاطلين عن العمل من الخريجين الشباب بنسبة 45.1%. إذن عن أي إنجازات تتحدث عنها يا أستاذ فهمي باضاوي؟ بالله عليك عن أي إنجازات؟ ففي 28 من يناير لعام 2019، أي قبل 6 أيام، عقدت القمة المصرية الفرنسية في القاهرة التي استضافت الرئيس الفرنسي ماكرون، وتحدث الرئيس المصري السيسي عن موضوع الخريجين العاطلين عن العمل، وقال بلهجته الخاصة: في مصر بيتخرج كل سنة 1,000,000، قل لي أشغلهم إزاي؟ أجيب لهم شغل منين؟ حد يقول لي أعمل إيه في 1,000,000 اللي بيتخرجوا كل سنة؟ أنا بتكلم بمنتهى الصراحة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث بكل أريحية وشفافية ومصداقية بحضور الرئيس الفرنسي، معلقا: حد يقول لي أعمل إيه في 1,000,000 اللي بيتخرجوا كل سنة؟ على الرغم من أن مصر تشهد نهضة مشاريع تنموية وسياحية، ولكن بموضوع وملف العاطلين عن العمل من الشباب لم يقل حققنا إنجازات كثيرة كما قال الأستاذ فهمي باضاوي بما يتعلق بالشباب. فأتمنى أن نكون واقعيين، نتحدث بمنتهى المصداقية ومنتهى الشفافية وبمنتهى الصراحة. فهذا ما نحتاجه، نحتاج إلى أن نسلط الضوء على المشكلة لا أن نميعها فتضيع من بين أيادينا. يا جماعة، نحن ننشد إلى الموضوعية، ننشد إلى الموضوعية. نذهب إلى فاصل، انتظرونا. عدنا مشاهدينا والحلقة مستمرة. دعوني أحدثكم عن المساعي الطيبة التي تبذل مؤخرا للتخفيف من حدة مشكلة الخريجين العاطلين عن العمل، كصندوق دعم الشباب التابع للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، والذي أعلن عن فتح باب التقديم من أجل الحصول على تمويل المشاريع الشبابية في المجالات الخدمية والإنتاجية والسلعية، مبالغ التمويل من 50,000 ريال وحتى 5,000,000 ريال يمني، وفترة سماح تسديد التمويل دون فوائد تمتد إلى 3 سنوات. فرصة جيدة للشباب للتشبث بقشة أمل. ناهيك عن نادي الخريجين الذي يسعى لتلبية احتياجات فعلية للخريجين بتوفير برامج تأهيلية تقودهم للعمل في الميدان، حيث قد عقدوا مؤخرا ورشة عمل بعنوان الخريجون ومتطلبات سوق العمل. مشاهدينا، وإن طال الحديث فلا بد من استعراض تقرير الحلقة الذي يستعرض بدوره أهم النقاط والمحاور الرئيسة للمشكلة.
أترككم مع التقرير فلنتابع. لا يزال الإقصاء والتهميش حليفا للشباب في مختلف أوجه حياتهم المجتمعية، منها العلمية والعملية، القيادية والسياسية، وحتى الإنسانية. خريجو الجامعات في محافظة حضرموت خير مثال. المئات من الخريجين إن لم يكونوا الآلاف في مختلف التخصصات ما زالوا عاطلين دون عمل، والبعض الآخر اضطر أن يعمل في المطاعم وفي الأعمال الأدارية وغيرها من الأعمال بعيدا عن تخصصاتهم ومواهبهم ومستواهم التعليمي من أجل كسب قوت يومهم. وبعد أن تقطعت بهم السبل في انتظار الجهات الحكومية لإتاحة الفرصة لهم، وبحسب دراسة أعدتها دار المعارف للبحوث والإحصاء حول مقاومة مخرجات التعليم الجامعي لسوق العمل في حضرموت، التي كشفت أن 45.1% هي نسبة العاطلين عن العمل بين خريجي الجامعات المقيمين في حضرموت خلال الأعوام من عام 2016 إلى عام 2018 للميلاد، نسبة كبيرة اعتبرها الكثيرون مقارنة بأعداد الخريجين في الأعوام ما قبل 2016 من الجامعات من أبناء حضرموت، في حين ذكر وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي بضاوي أن العديد من الإنجازات قد حققت للشباب الخريجين والباحثين عن الوظائف من خلال اتخاذ إجراءات من قبل مكتب الخدمة المدنية، منع الإزدواجية الوظيفية، وعقد ورشة عمل تعريفية للشباب بحقوقهم العمالية لدى أرباب القطاع الخاص، الأمر الذي يناقض استمرار عمل المنظومة التعليمية وتكدس الخريجين ليبقى مصيرهم الإقصاء والتهميش في رؤية ومستقبل حضرموت. منظومة التعليم بحضرموت تترنح بين استمرار تخريج الآلاف من القوى البشرية وبين عدم احتياج سوق العمل لعشرات التخصصات في ظل وجود قاعدة كبيرة من العاطلين ينتظرون أدوارهم في طابور طويل لدى سوق العمل، الأمر الذي دفع نادي الخريجين في ورشة عمل عقدت في الأيام القليلة الماضية للحديث عن الخريجين ومتطلبات سوق العمل. وحينما يتم النظر للتعليم بأنه أحد المقومات الأساسية للبنية الاجتماعية والاقتصادية وبه تتحقق التنمية في المجتمعات المتقدمة، يبقى الاهتمام بشريحة الشباب لم يأخذ حقه بعد انقضاء عام تمكين الشباب بحضرموت. ويبقى السؤال، هل سيطول طابور الانتظار في سجلات القيد بالخدمة المدنية أم سنرى ضخ كوادر شابة في أروقة الدوائر الحكومية؟ ها قد عدنا. تقرير حلقتنا حوى كمية إحباط، وجع، ألم، قهر، حسرة. نقول إلى متى هؤلاء الشباب سيظلوا ضائعين، تائهين، متخبطين؟ إلى متى؟ في تصريح لوكيل محافظة حضرموت للساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي قال: من جانبنا في السلطة المحلية ستكون الأولوية للخريج، وسنعمل على تقديم الدعم اللازم لاستمرار نادي الخريجين في تقديم برامجه لتأهيل الخريج لسوق العمل. تصريحات السلطة المحلية قد ازدادت في الفترة الأخيرة، والعيب ليس في الزيادة وإنما في عدم التنفيذ، في عدم التنفيذ. مشاهدينا ابقوا معنا. عدنا وإياكم مجددا مشاهدينا الأعزاء على قناة المكلا وبرنامج حديث الشارع، والحلقة ما زالت مستمرة، وموضوع حلقتنا لهذه الليلة عن العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات في حضرموت. سبق وقلنا وذكرنا أنه هو ملف ساخن وموضوع شائك. عرضنا عليكم التقرير وشفنا فيه
وسلطنا الضوء على انه مئات بل آلاف من خريجي الجامعات كل محفوظ يعني بتخصصه وبمجاله غير مواهبه وإبداعه. يعز علي لما أشوفهم يعملوا بأشغال بسيطة على الرغم إن الشغل مشعب. يعني أرى خريجين جامعات من مختلف الجامعات ومختلف التخصصات يعملون في المطاعم، يعملون سائقي تاكسي، سائقين باصات، سائقين شواحن، يبيعون في البقالات، في السوبر ماركتات، يعملون أعمال عضلية ذو مجهود كالنجارة والسباكة والحدادة والبناء. والله العظيم الشغل مش عيب، بس مش حرام، مش حرام طالب جامعي سابق كان يدرس 4 سنين ومعظم نحن 5 سنين وبعضهم قد تصل إلى 7 أو 8 سنين يدرس وبالأخير يشتغل بمطعم أو سائق أو 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 أو. الموضوع ما يقتصرش على الشباب كمان، ما هيش مشكلة الشباب، هي كمان مشكلة الشباب والإناث كمان. البنت أو الفتاة تتخرج بطموح وهمة عالية وبالأخير يعني يقولوا إذا الشباب ما حصلوش وظائف ولم يلقوا وظائف، أنت البنت بتحصلي. كثير من البنات أعرف تكون خريجة من غير ذكر تخصصات لكن من مختلف التخصصات ما لاقت الشغل، تكون موهوبة وتحلم بهذاك المستقبل الوردي. في اتصال، نقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ معك ام عبد الله. اهلا يا ام عبد الله، اليوم كيفك شو اخبارك؟ تمام الحمد لله بخير. اشكرك جدا على هذا البرنامج الرائع، الاكثر من رائع صراحه. تسلمي لي، اشكرك انا على الاتصال. ام يحفظك ما شاء الله عليك، متالقه في كل حلقه. كل حلقه الاقي في حماس، في صراحة يعني أشكرك على هذا البرنامج اللي هو فعلا يعني الشعب الحضرمي يحتاج أنه أحد يسمع رأيه، يحتاج أنه في أحد يسمع له طبعا يعني. نعم، من جميع الفئات. نعم أشكرك. أم عبد الله، موضوع حلقتنا لهذه الليلة عن العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات، إيش تحبي تقولي لنحن في هذه الحلقة؟ طبعا انا خريجه عام 2017 لين اليوم، يعني مو لاقي وظيفه. يعني نحن صراحه نوجه يعني للجهات المختصه، نعم، غض النظر يعني مش ضروري انه الولد اللي يلاقي وظيفه، لا نحن طبعا محتاجين وظيفه. صحيح، البنات متزوجات، يعني نحن في المجتمع الحضرمي البنات يعني لهم ميزه خاصه. صحيح، يعني نحن نبغى نعالج هذه يعني التمييز بين الولد والبنت. نعم، طيب حاليا ماذا تعملي؟ حاليا ماذا تعملي؟ ماذا ربت طرقتي كافة الأبواب يا أم عبد الله؟ طرقت بعض الأبواب بس ما لقيت الشيء اللي أنا أبغاه. نعم، أنا كنت قبل لا تتصلي لسه حتكلم إنه البنات اللي مش ملاقيات أشغال نلاقيهم اتجهوا إلى المكياج والكوافير والحنة والطبخ والبيع على الإنستجرام. إذا عندك فكرة حول هذا الموضوع مثلا من صديقاتك ممكن تشاركينا على الهواء. صحيح، طبعا أنا أمارس هذه المهنة، التجارة عبر الواتس. حتى أنت كمان؟ أيوة أنا كمان. ايش تبيعي قولي لنا؟ يعني اشياء مختلفه، ملابس اطفال، ادوات تجميل، يعني شيء يخص المراه يعني خاصه طبعا. نعم، ولاقيتي اقبال من الناس؟ كثير كثير. طيب انا بالجامعه على فكره وانا امارس هذه المهنه. ايوه، لانه تعرفين المجتمع الحضري عبير شويه منغلق خصوصا في الاشغال، يعني اللي هي تكون مثلا اختلاط بين المرأة والرجل. نعم، احنا شعب شوي متحفظ خصوصا الحضرموت بشكل عام. نعم صحيح. نعم، بس مهما كان يعني الوحدة ضروري تبغى لها شغل. مش عارفة ايش اللي بيحصل بالمستقبل، نحن ربات بيوت، معانا اطفال، معانا مسؤوليات بيت، يعني الوحدة ضروري تطمح. نحن خريجيات طبعا، صح، مو ان احنا يعني درسنا لين مثلا ابتدائي ولا ثانوي، لا احنا كملنا الجامعة يا امير.
صحيح صحيح. طيب لما مارستي مهنة التجارة على حد قولك عبر الواتساب وكذا، هل وصلتي إلى الاكتفاء الذاتي بحيث إنه خلاص ما عاد تبغي إنك تقدمي في مكان آخر مثلا؟ لا صراحة ما في زي الوظيفة. يعني شوفي التجارة سبحان الله، هي يوم لك ويوم عليك صراحة. طبعا بقول شنو هو، انه كل يوم كل يوم تلاقين مثلا زباين، صحيح تلاقين مثلا صلبيات، تلاقين لا في موسم معين، صحيح موسم اعياد، مناسبات، اعراس، صحيح صحيح فهمتي؟ صحيح يعني مش معقول يعني الواحدة بتنتظر لين العيد، بتنتظر لين موسم معين. صحيح عكس يعني عكس لما تكون الوحدة ماسكة معاها سلاح والوظيفة، الشهادة هي أكثر شيء الوحدة المفروض إنها تمسك هذا السلاح لها ومن. نعم. إذا أما أنا لابد بحكم من إنه يعني الوظيفة، أطفالي، كيف عادي؟ إذا لابد من الوظيفة. أكيد 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 طيب لازم. إيش تحبي توجهي مثلا للجهات المختصة بهذا الموضوع أو الجهات المسؤولة، إيش تحبي توجهي لهم أنت كفتاة كامرأة كزوجة كربة منزل؟ صراحة أنا أبغى ينظرون لنا نحن، إحنا الفئة المختصة، فئة المرأة، نعم نحن نبغى يعني نبغى أحد يهتم فينا، نبغى أحد يمسك إيدينا يعني يوجهنا نحن أكثر، نبغى شغل بكل وضوح. أقول لك إياها، نحن في وقت يعني كل شيء فيه مرتفع، أسعار، أدوات صحيح غذائية، ملابس، كل شيء فيه إيجارات. طبعا صحيح تكلمتي من قبل عن الإيجارات، وتكلمتي حول هذه النقطة اللي الشعب كله يعني يعاني منها. صحيح ضروري المرأة تكون هي والرجل، يعني الرجل صعب يا عبير انه الرجل بيقوم بكل المهام الحالة، لا عكس لما يكون معاه زوجة متعلمة، زوجة معاها شهادة، تحط ايدها بايدها ويبنون مع بعض، مش عيب اصلا، صحيح فهمتيني؟ كلامك منطقي، ما قدرتش أجادلك. طيب أشكرك أشكرك يا أم عبد الله الله على يحفظ، هذه المداخلة، الله تسلمي. يحفظك يا رب. وعشان وأكيد أنت حتشوفي نحن من الشاشة وتتابعي، وحتشوفي كيف حختم الحلقة. إن شاء الله بإذن الله. مشكورة عبير، مشكورة على هذا البرنامج، ربي يوفقك يا رب العالمين. تسلمي لي تسلمي لي، تسلمي، أشكرك ربي أنت يحفظك كمان. على خير. يعني أنا أحيي أم عبد الله، وأحيي الجرأة اللي فيها، وأحيي إنه قالت إحنا نبغى شغل. يعني أنا كما قلت قبل، الموضوع يا جماعة لم يقتصر على الشباب فحسب، كمان أمتد ليصل إلى معشر النساء، البنات الفتيات، أطلقوا عليهم ما تطلقون. يعني البنت بتدرس، بتتعب، بتاخذ شهادة، تكون تحلم ان الان تشتغل، ان الان تتوظف. مثل الشباب مش ملاقي وظيفة، حتلاقي البنت غير النظرة المجتمعية وما الى اخره. الان زي ما قلت، الان بدأ اتجاه البنات بالمواهب زي ما ذكرنا او دردشنا انا وام عبد الله حول المكياج والكوافير والاستخدام او مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج، اذا عندك تجاره او يعني اي حاجه حابب انك انت تدخل فيها. ولكن هذا لا يغني عن وجود الوظيفه الاساسيه. نقول الو. الو، مساء الخير. مساء النور. من معي؟ علي الكهنان. اهلا يا اهلا يا عالية، كيف حالك؟ ايش المفاجأة هذه؟ طيب الحمد لله، كيفك انت؟ تمام الحمد لله بخير. طبعا على الخط الاعلامية عالية الكهلاني. مبروك البرنامج، رغم اني ما تابعت ولا حلقة، بس متفائلة مع المنشورات التشويقية اللي تنشريها. تسلمي تسلمي يا عالية. عالية، اليوم موضوع نحن عن العاطلين عن العمل من خريجي جامعة حضرموت، ايش تحبي نعم. تعلقي؟ والله هذه المشكلة، أول حاجة إنه يعني أول مشكلة نصادفها إنه منتجات الجامعة غير متطلبات السوق. صحيح. الصدمة الكبرى، تتخرج معك شهادتك، تلاقي السوق عكس الدراسة اللي درسناه. ثاني حاجة إنه الكم الهائل اللي يتخرجوا سنويا مقارنة بالوظائف اللي موجودة والأشغال اللي موجودة. نعم. فمن ناحية إنه ما ينتظر الوظائف الحكومية أو الوظائف المكتبية، ممكن يعملوا مشاريع مشتركة، مجموعة شباب، مشروع خاص، نعم، جانب استثمار، خصوصا أنه الآن في جهات تدعم، سواء نعم كان صندوق الشباب صحيح أو الشركات اللي تدعم المشاريع المبتدئة. يعني ابتداء مشروع صغير ممكن يكبر ويوظف أكثر من خريج مستقبلا.
لكن يا عالية معرض أيضا للفشل المشروع، ففي خوف. أيوه، عشان إحنا نحن نفصل من فشل المشروع ما في معنا غير حل واحد، التأمين لمشروعك. نعم، وكيف كيف هذا التأمين للمشروع؟ أعطيني فكرة عنه. أيوه، في الآن فكرة التأمين للأسف اللي هي مش منتشرة عندنا في حضرموت بشكل عام، إنه الواحد يبدأ يأمن على مشروعه سواء كان من الحريق أو نعم. من هذه الأشياء بشكل عام، أو تأمين الاستثمار. التأمين بحر واسع، ممكن يتطرق لمشروعه جانب معين ممكن يأمن عليه. هل في شركات في حضرموت تعمل في مجال التأمين؟ أنا أروج لشركتي المتحدة للتأمين طبعاً. تعمل في التأمين الشركة اللي بتشتغلي فيها؟ أيوه، جانب التأمين. خلاص نخلي اسمها على جنب، لا تذكريش اسمها. أيوة، لأن البرنامج مش حابة أدخل فيه الجانب الإعلاني. نعم، بس فعلا يعني إنه لو بادرة جيدة إنه في شركات في حضرموت بتشتغل على تأمين المشاريع، هذه بادرة جيدة بصراحة. أيوة، وعلى فكرة يا عبير في حاجة معينة، أحيانا نحن نظلم الناس إنه ما في حد. والله العظيم إنه أنا كعالية أكثر من مرة يكون معايا مشاريع، أرسل للشباب أقول لهم يا جماعة في شغل، فكلهم يجيبوا أعذار وهمية. الآن أنا كعالية طالبة 4 مسوقين، أعطيهم رواتبهم فينهم؟ نعم. فإنه الواحد يجلس في بيته وينتظر الوظيفة تجي له من غير أي مجهود ومن غير أي خبرات ومن غير أي شيء، هذا للأسف يعني العيب. كل نحن تخرجنا وكل نحن نبحث وكل نحن بدينا من رواتب 20-30 ألف، بس الحمد لله سنة بعد سنة نوصل للمكان اللي نحن نبغاه. صحيح. فبرضه رسالتي للشباب انه ما يكون العتب كله على السلطه ولا اصحاب راس المال. نعم، بنفسك ابحث عن الفرص، كثير اعلانات موجوده. للاسف حتى انا كعالية اللي اعاني منه اللغه الانجليزيه مش موجوده، انه كثير مشاريع تتطلب اللغه. نعم، فاشغل نفسك، لا تنتظر ال4 سنين في الجامعه وبعدين تطالب بشغل. نعم، ونصيحتي برضه او رسالتي لاصحاب الجامعه بشكل عام للدكاتره، يكفي الأجيال الماضية اللي جلس 4 سنين في الجامعة عشان يجيب شهادة الامتياز أو يرجع يحاسبه على الحضور والغياب من غير ما يخل طالب نفسه. صحيح. فيا حبذا أنه مش معقول برضه يا عبير أنا أجلس 4 سنين أدرس وبعدين أرجع 2 سنين أجيب خبرة، لأنك زي ما أنت عارفة أي شغل تقدمي يقول لك ما هي الخبرات السابقة. صحيح. الطالب أيوة فترة دراسته يا حبذا أنه يكون على شكل توازن، أنه في خلال هذه ال4 سنين يكون خبرة وبرضه انه نعم. يدرس. نعم. فالتقدير برضه مطلوب من هيئة التدريس التعاون مع الطلبة في هذا الجانب، يعني في النهاية مهما جبت معدل ما رح يعتبر شفيع لك في التدريس ما عدا انك تكون معيد في الجامعة. وللأسف في الفترة الأخيرة حتى اللي جابوا الأول على دفعتهم ما حصلوا حقهم في انهم يكونوا معيدين. صحيح. فكلهم يا عبير يعني مسألة تشابكية، واتمنى لها الحل ومنها شوية تبغى صبر طول اسبوع. وحلو انه هذه القضايا اللي تناقشيها في برنامجك. شكرا يا عالية، انت كفيتي ووفيتي، ما عاد خليتش مجال للمذيعة تتكلم. حبيبة قلبي، ما نصحتك يعني من يتكلم عن صديق غير صديقه. تسلمي، شكرا على المداخلة يا عالية، شكرا. الله يحفظك يا حبيبتي. تسلمي. اليوم الأصوات النسائية داخلة بقوة في الحلقة. أم عبد الله والزميلة الإعلامية عالية الكهلاني اتطرقت إلى نقاط إنه متطلبات سوق العمل ما تكونش ماشية بالتوازي مع المناهج أو الدراسة الجامعية. يعني زي ما ذكرت عالية، احنا بندرس مناهج وبندرس اشياء و4 سنين نتخرج من الجامعة نصطدم بسوق العمل، نصطدم بالواقع المغاير. يعني اول حاجة يا جماعة، احنا في ورشات الفترة الماضية عقدت زي نادي الخريجين وما الى اخره، طيب كمان جيبوا رئاسة الجامعة، اقعدوا مع رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة. يا جماعة ايش الخلل؟ هل الخلل بالمناهج؟ هل الخلل بطريقة التدريس؟ هل الخلل بالقسم نفسه؟ هل انتم بتدرسوا قسم سوق العمل ما يحتاج لوش فاحنا نضيع سنين على الفاضي؟ وكمان العتب، وكمان النقطة انه الشباب كمان انت بالمقابل محتاج انك تأهل نفسك.
يعني تأخذ مهارة الحاسوب، الكمبيوتر، اللغة الإنجليزية، الفوتوشوب وما إلى آخره. مش كل التخصصات يتطلب في بيه إنك تجيد هذه الحاجات. ممكن أنت تبدأ تأهل نفسك، أنت تثقل نفسك حتى ومن وأنت تدرس في الجامعة. لا تضيعش سنين عمرك وانت يعني حتدرس وحتنتظر الوظيفة. كمان نخفف الضغط. اوكي انا استلمت، انا تكلمت واستلمت السلطة المحلية، لنكون منصفين، انا تكلمت وانتقدت السلطة المحلية في بداية الحلقة، لكن كمان عزيزي الخريج وعزيزي الطالب الجامعي وعزيزي الطالب اللي انت بتدرس، لكن كمان لا تلقي بكل العتب على السلطة المحلية واصحاب. الو الو، وعليكم السلام. مشاهدينا معنا على الخط المحامي سامي با محفوظ، مدير عام مكتب الخدمة المدنية. استاذ سامي كيف حالك؟ بخير الحمد لله. ايش اخبارك؟ تمام ان شاء الله. موضوع حلقتنا اليوم عن العاطلين عن العمل من خريجي جامعة حضرموت. اول سؤال حابة اسألك، احنا ليش ما بنشوفش كوادر شابة في الدوائر الحكومية؟ والله بالنسبة للكوادر الشابة الآن في المرحلة الحالية، طبعا رئاسة المحافظ اللي هو رؤوف رؤوف المباشر، طبعا قد غدى جميع الجهات المعنية الوحدات الإدارية بكوادر الشباب. نعم. هل 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 غطاهم يعني بوظائف ولا بتعاقد ولا كيف؟ لا، بالنسبة للقيادات في الآن الموجودة في القيادات هي معظمها كلها قيادات شبابية الآن في الوحدات الإدارية. في الوحدات الإدارية القيادات هل هي شابة؟ شابة طبعا، معظمها أكثر الآن شابة. تقدر تسمي لي اسم أو اسمين؟ عندك المرة مدير عام، هي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه. نعم. وعندك الآن برضو الأخ صندوق النظافة. نعم. يعني أنهم أخذوا المناصب كوادر شابة. شابة. نعم. طيب وبالنسبة للمدة، تجاوز المدة القانونية للمتقاعدين أستاذ سامي؟ المتقاعدين؟ أيوة، تجاوز المدة القانونية لهم مما يجعلهم يتربعون على كرسي العمل. أيوة. نعم. طبعا هو في قانون الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعاشات، كل من بلغ أحد الأجرين سواء بالخدمة الفعلية 35 عام أو السن القانوني 60 عام، تمام، يحال المعاش التقاعدي. تمام. ولكن المرحلة التي تمر بها الظروف الحالية في البلاد هي منعت عملية الإحالة المعاش التقاعدي. ليش منعت عملية الإحالة؟ لماذا؟ ما احنا حنستبدل الهيئة العامة للمعاشات، بما تم الانقلاب في العاصمة صنعاء من قبل الانقلابيين الحوثيين الذين استولوا على أموال الهيئة كاملة، تمام، الى عجز كامل في عمليه تغطيه من بيتك وحالتهم للمعاش بعد. طيب انت ايش الحل من وجهه نظرك يا استاذ سامي؟ يعني كمان ما يقعش الرجل متقاعد وماسك على الكرسي والشاب مسكين جالس في البيت محطم. لا والله نحن في ليش احنا ما نبدلش؟ خلاص المتقاعدين يقعدون في البيت وال محافظ المحافظه وكذلك الوزاره متمثله بالوزير الخدمه المدنيه نبيل الزكي بما يتعلق بعملية لابد من وجود حل بالحاجة المحلية للمعاش التقاعدي من بلغ هذا الأجرين لكي يتم التوظيف بالحلال وبتوجهها بالضبط ما هم يا أستاذ سامي، لو تحركوا للإحلال ما كراسيهم في العمل نستطيع أن نوظف في بكوادر شابة جديدة. أكيد، ونحن بتوجه الأخ المحافظ بهذا التوجيه. متى وجه الأخ المحافظ بهذا الشيء؟ خطاب في شهر 10 وتم في شهر 12 وتم متابعتها من قبلنا وطلوع لعدن لمتابعة هذا وتم تسليمها للأخ. في قصدك في ديسمبر العام الماضي؟ أيوة، ديسمبر 2018. تمام. وطب إيش آخر التطورات بما إنك رحت لعدن؟ منتظرين الآن نحن اجتماع الحكومة لإقرار في هذا الجانب. متى طيب بالنسبة حدثني للإزدواج الوظيفي، في كان تصريح للأستاذ فهمي باباوي أنه كانت في إجراءات من قبله هو كوكيل مساعد للشباب مع الخدمة المدنية حول الإزدواج الوظيفي، ممكن تكلمنا عنه؟ طبعا نشكر الأخ الوكيل المساعد فهمي باباوي ما قام بهذه الجهود الذي أثمرت على أن يصدر قرار من مكتب
التنفيذي المتبثلة بالأخ المحافظ. نعم. بإصدار قرار أن يكون شهر سبتمبر 2018 عملية أن يكون مكتب الخدمة المدنية هو ما يتولى بإصدار الرواتب لكي وعملية وكشف الإزواج الوظيفي. وقد باشرنا في هذه المهام والآن نحن على نعم. معنى توفير الأعداد الكافية في عملية الإزواج الوظيفي للإعلان بها أرقام نهائية. وسوف إن شاء الله يتم في شهر فبراير 2019 ويتم الإعلان عنها في مارس 2018. يعني هتعلنوا أسماء الأشخاص اللي اكتشفتم أنه عندهم أكثر من وظيفتين؟ أيوة سيتم إعلانهم ويتم إنهاء العلاقة الوظيفية لهم، وكمان بينتهي الشغل حقهم. أيوة ويتم إنهاء العلاقة الوظيفية ويتم التوظيف في هذا الجانب بموجب الموافقة من قبل مكتب الخدمة. متى بيتم الإعلان أستاذ سامي؟ نحن الآن واضعين خطة على مارس 2019. إحنا في 2019 أي شهر؟ أيوة. أي مارس. شهر؟ تقريبا في شهر مارس. مارس يعني شهر 3 حيتم الإعلان عن الأسماء. الإعلان بيتم في فبراير شهر 2 فبراير. تمام، بس أنا قصدي أنكم حتذكروا أسماء الأشخاص اللي هم أيوة اللي هم عندهم أكثر من وظيفتين وبتنهوا علاقتهم الوظيفية. أيوة. نعتبر هذا تصريح لقناة المكلة؟ أيوة أيوة. طيب أستاذ سامي، كمان حابة أسألك بالنسبة للشباب اللي يأتوا إلى الخدمة المدنية مرارا وتكرارا حاملين ملفاتهم وأوراقهم من أجل التجديد، في ناس بتجدد لها سنين ومنين يا أستاذ سامي وما شفناهمش ولا استقطبتوهم ولا وقعتوا معاهم ولا دخلتوهم في خانات، في ناس من 2005، إحنا الآن في 2019، يعني مش معقول مش معقول واحد من 2005 بيجدد ل 2019 ما لاقاش خانة وظيفية. طبعا هذه فيه مشكلة عامة تتعلق بالدولة وما مرت فيه الظروف الحالية من 2011. طبعا الوظائف الموازنة المعتمدة من قبل الحكومة من 2011 لم يتم منع حضرموت حصتها فيما يتعلق بالموازنة. نعم. وظلت في هذه الفترة تراكمات مما سببت عدم التوظيفات للمخرجين. نعم. ولكن نحن رفعنا للأخ المحافظ المقترح فيما يتعلق بهذا الجهاز يتم التوظيف. نعم. وهذا أول مرة سيتم بهذا الجانب في حضرموت وفي نفاذ الجمهورية كامل. وسيتم الإعلان عن ذلك. حيتم الإعلان عن إيش؟ حيتم الإعلان عن أنه سيتم المفاضلة، أول مرة سيتم المفاضلة في جانب الإحلال. نعم. وكذلك سيتم للناس الذين لهم أكثر من 10 سنوات بنخري نسبة كاملة تتعلق ب 15% فيما يتعلق بالمضايق، سوف يمنع هؤلاء الناس الذين لهم أكثر من 10 سنوات. نعم. وتخري نسبة كذلك لذي الاحتجاجات الخاصة 5%. يا أستاذ سامي أنا مش هناقشك كثير، لكن أنا حابة أقول لك بجد إحنا بنشد على أيديكم بشكل عام، سواء أنت ولا السلطة المحلية، فعلا الشباب تعبوا، الشباب سواء كانوا ذكور ولا إناث مش ملاقيين أشغال، مش ملاقيين وظائف، هم بتلاقيهم خريج هندسة بيسوق سيارة ولا بينظف في مطعم، يعني أعتقد أنه محتاجين لخطوات فعلية حقيقية يا أستاذ سامي. إن شاء الله في فبراير وفي مارس سوف تعلن عن هذه الخطوات وبإذن الله المخرجين سيلاقون في هذا الجانب الاهتمام الأكبر مثل ما وعدهم الأخ المحافظ في نقاطي 16 عندما تولى قيادة السلطة المحلية. طيب أنت كمدير عام، أنت كمدير عام للخدمة المدنية إيش بتقول لهم؟ وجه رسالة للشباب. والله أنا أحب أطمنهم أنه سوف يكون في إن شاء الله سوف يعلن في مارس في كل الوظائف التي سوف نعلن عنها بالإزواج سوف يتم بالمقابلة. نعم في مارس. في مارس إذن الله. طيب أستاذ سامي شكرا لك. الله يحييكم. شكرا جزيلا. تسلم تسلم أستاذ سامي. يا رب يا رب يعني يا رب يكون الكلام اللي قاله هم بيقولوا بيخططوا بيشتغلوا، بس المشكلة إنه ما يكونش في تنفيذ أو في ضعف في التنفيذ أو ما فيش جهة بتقيم وتعمل رقابة وتقييم للأعمال هذه. في بشارات حلوة
زفاها لنا المحامي سامي با محفوظ مدير عام مكتب الخدمة المدنية. لا شك إنه الحرب وما مرت بها اليمن وما إلى آخره أثر على حضرموت على كافة الأصعدة، تعليمية ومهنية وعلمية وعملية وتوظيفية وما إلى آخره. لكن يا جماعة كمان نحاول نبادر، نعمل مبادرة، نحاول نعمل حلول، نحاول نشتغل على هذا الموضوع. مش خلاص أنا حبيت موضوع الناس اللي حيتم الإعلان عنهم في شهر مارس اللي هم عندهم ازدواج وظيفي ويحملوا وظيفتين، بيتم الإعلان عن أساميهم على الملأ وإنهاء علاقتهم الوظيفية. هذا غير الموازنة أو الموازنة اللي بيشتغلوا عليها كما ذكر الأستاذ سامي، وعقدوا اجتماع في عذن وذهب إلى عذن، حيكون في شهر، حيتم الإعلان في فبراير لكن التقديم حيكون في مارس. وهذه بشرة زفاها لكم يا شباب علشان تقدموا بالوظائف أو الخانات اللي حيعلنوا عنها، وحيكون حيمشي على مبدأ المفاضلة، حيمشي على مبدأ المفاضلة. أعتقد نحن كثير يعني في منازلنا عندنا ملفات حديثة الأدراج. أنا يمكن جبت الملف وردي يمكن علشان هو طبعا الملف حقي في منزلي، علشان يمكن أنا بنت فبستخدم الملف الوردي. هذا الملف من أول ما تتخرج من الجامعة بتحط فيه أوراقك المهمة، شهادتك اللي تخرجت فيه من الجامعة، الورشات، الدورات اللي انت أخذتها، نسخة من الشهادة باللغة العربية ونسخة من الشهادة باللغة الإنجليزية والحاجات اللي معك، وبتحطها في الملف هذا. ويا عيني يا عيني الملف هذا كم نسخة بينتسخ للخدمة المدنية وبينتسخ للمؤسسات وبينتسخ للشركات وبينتسخ للمنظمات وبينتسخ لكل مكان. الواحد يمشي بالملف هذا معه، وللأسف الشديد الملفات هذه بتظل حديثة الأدراج. للأسف الشديد شباب سنين بيحاولوا إنهم يجددوا في سجلات القيد في الخدمة المدنية. للأسف نستضيف المدير العام يقول لك الوضع ما مرت بها اليمن منذ عام 2011 حتى الآن. الآن نوعا ما في اتصال، نوعا ما الآن في بشرة زي مثلا اللي زفاها لنا الأستاذ سامي، ومثل الخطوة اللي عملها المحافظ في صندوق دعم الشباب، كمان الشغل اللي بيعملونه صندوق تنمية المهارات، وكمان التعليم والتدريب المهني والتقني. كمان يا جماعة زي ما قلنا الخريج لما بيجي بيتخرج كمان يا عزيزي انت محتاج تتأهل، لانه للأسف الجامعة بتدرسك حاجة ومتطلبات سوق العمل حاجة ثانية. لو احنا بنجلس بنلقي اللوم والعتب على رئاسة الجامعة والجامعة والقائمين عليها ومنتسبيها ما بنلاقي الشغل ولا رح نشتغل ولا رح نتوظف. يعني كمان محتاجة كمان حبتين جهد منك انك انت تبذلهم، وهذا لا شك ان انا متأكدة انه كل شخص وكل خريج بيتخرج بيحاول يبادر انه يأهل نفسه، سواء لغة انجليزية، سواء مهارة تقنية، سواء اي حاجة طبعا لها علاقة بمجال تخصصه وحتفيده بمجال عمله. كمان حابة أتكلم في 28 من يناير عقدت القمة المصرية الفرنسية في القاهرة، يعني قبل 6 أيام، يعني إحنا لسه معاصرين هذه القمة، مش قديمة هي. الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا استضاف الرئيس الفرنسي ماكرون، فتخيلوا يعني المفروض يتكلموا عن العلاقات السياسية، والمفروض يتكلموا عن المشاكل، والمفروض يتكلموا عن الإرهاب اللي حاصل، وخصوصا فرنسا خرجت من مشكلة، والعلاقات السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية وما إلى آخره، المفروض يتحدثوا عن هذا الموضوع.
هم أتحدثوا عن هذا المواضيع، ولكن أضافوا إليها موضوع مهم اللي هو موضوع الخريجين العاطلين عن العمل. السيسي ساب العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية وتكلم عن العاطلين عن العمل الخريجين، وقال مليون طالب ومليون شخص يتخرج سنويا، أنا أجيب لهم شغل من فين؟ أنا أشغلهم كيف؟ أعطونا الحل، أعطونا الآلية، أعطونا الأيديولوجية. قال فأنا كإعلامية حبيت الشفافية والمصداقية والأريحية اللي تكلم فيها السيسي. يعني في اتصال في بس أكمل النقطة هذه. أتوقعت أنه في اتصال. عموما فالنقطة هذه يجب أن يستفيد منه كمان المسؤولين عندنا. يعني لا تقولوش في إنجازات كثيرة وحققنا وصلحنا وفعلنا وتركنا. يا جماعة مش عيب، مش عيب لو عندنا نقص إحنا نناقشه ونعرضه، مش عيب. عموما وصلنا للختام. حلقة طبعا كانت حلوة، واتصالات ومداخلاتنا سوية رهيبة. وصلنا لختام الحلقة مشاهدينا. إلى الرئيس عبد رب منصور هادي، إلى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، إلى محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني، الشباب أمانة مغلظة في أعناقكم، آمالهم، طموحاتهم، أحلامهم، أمنياتهم، شغفهم، حياتهم، أنتم مسائلين عنها، فأحسنوا التدبير. كنتم معي أنا عبير واكد، ألقاكم السبت المقبل في أتم صحة وعافية. إلى اللقاء.